وعليكم خير بائع. الله يجازيك بخير اخي. الله يجازيك بخير. بغينا نسقسيوك شي اسئله ولا ممكن. صايم انا المهم الدراري. شوف حنا جينا المبروكه خمسه، الدراري ما رضاوش بينا والله، ما عطاونا الوقت ديالنا كما كتلاحظوا. حتى شي واحد ما بغى يعطينا الوقت ديالنا. وما حتى شي واحد ما بغى يعطينا الاخوان الوقت. السلام عليكم الاخوان، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كما كتشوفوا الاخوان، يعني جوج ديال البلايص هنا في مبروكه بني مكاده اللي مشيت لهم، وما بغاوش الدراري ديال حي مبروكه لحد الجامعه القديمه، ما بغاوش يصوروا كاملين تهربوا. والدراري ديال الحومه هنا ثلاثه، يما الله يرحم يمك. الدراري ديال الكارتي ديالي هنا مبروكه خمسه كيف ما كتلاحظوا، كانوا موعديني غادي يصوروا ونعملوا معاهم واحد الاستجواب قصير، ولكن في الاخر تقلبوا هادشي اللي عطى الله. وكيف ما كتعرفوا حنا المغاربه النص كبير فينا ما عنده شي كلمه، كيقول لك انا نعمل وانا نعمل، ولكن الساعه اللي كتوقف على الصح صحيح راه ما اجبرش اللي هادشي. ما كناش نسجلوا شي حاجه زعما خطيره ولا خارجه على القانون، ولكن ما كيهمش. وتبارك الله ما شاء الله، واحد الولد هو اللي جبر ابراهيم التازي، هو اللي قبل هاد التسجيل وقبل هاد الاسئله اللي عطيتو وجاوب. خليكم معنا. نوردين تيتي من مدينه طنجه. انا الان كنت واجد في بني مكاده مبروكه خمسه الزنقه ثلاثه، وغادي نسقسي هذا الشاب ابراهيم التازي على الحياه ديالو اللي كيعيشها هنايا، وشنو هي الحاجه اللي كتعجبو وشنو هي الحاجه اللي ما كتعجبوش في الحومه ديالو. خاي ابراهيم، تقدر تقول لنا شنو كيعجبك في هذه مبروكه خمسه منذ الصغر ديالك والبدايات حياتك فيها؟ صبر معنا واحد دقيقه يجاوب على المكالمه الاخوان. ما فيش كورونا هذا، بسم الله. تيست ايه الله. الاخوان السلام عليكم، انا من حي مبروكة خمسة الزنقة ثلاثة رقم الدار 45. فصراحة حي مبروكة خمسة حي جد راقين، فيه ناس مزيانين تبارك الله عليهم في المستوى سيدي، والناس كطالب حقوقها اكثر من هادشي هذا واكثر من اللازم. وكيف ما كيتشكى الحي هذا من البطاله، فالعالم كيتشكى من البطاله. كنشوفوا شباب كدمر راسها اما بمخدرات اما دراري كنعرفوهم قدامين هنا، الله يجعل ربي يطلق سراحهم والله يهديهم، الله يهدينا حتى حنا والله يهدي الأمة الإسلامية. وكنتمنى من الشباب هذا الجيل هذا اللي طالع ديال المبروكة خمسة، كنهضر غير على هاد الحي هذا، أنه يتحلى شوية بالصبر، وخا ما تكونش نتيجة نتمنوا تكون هي نتيجة مع الله عز وجل. ونتمنوا ربي يعوضنا في الآخرة وكذلك حتى في الدنيا، وإن شاء الله كما كيقول الله لا تقنطوا من رحمة الله، ربي كبير. خي ابراهيم تسمح لي نقطعك واحد دقيقه واحد السؤال. خي ابراهيم، الى رزقك الله سبحانه وتعالى وعملتي الفلوس ومشيتي بعيد يعني الفيلات ولا هذه، لا رحلتي من هنا مثلا، واش تقدر تبقى ترجع لهذه الحومه هذه؟ شوف خي نور الدين، نكون واضحين مع نفوسنا ومع عقولنا ومع الناس كاملين. نعم. اول حاجه باغي نقولها وهي ان كيف ما كيلاحظوا ماشي الحي مبروكه المغرب كامل او للعالم العربي كامل، حنا ما مشوش المبروكه وصافي. ايه هنا في هذه الحومه هذه راه توفوا اجيال واجيال، ودابا حاليا كنلاحظوا سكرات الموت كنتفاجئوها من بزاف ديال الناس اللي ما كتنواهاش فيهم يموتوا. غدا يموت هذا، غدا يموت اخر، يعني شنو الغريب في الامر؟ كثرت الموت بزاف، كثرت الفساد، كثرت بزاف الحوايج اللي ما كترضيش الله عز وجل. بنادم بزاف كيدخل في شي تخربيق كيقول انا باقي نعيش، انا باقي خصني الفيلات، انا باقي. لا، عيش ما اللي مقدر لك الله، ويلا قدر الله، ويلا انا ويلا انا ان شاء الله الا رزقني الله ما نقولش نعيش معايا الحومه ولا نعيش، ما كرهش يعيش معايا العالم. ترجع الحومه تبقى تجلس فيها. الرجاء بطبيعه الحال راه توحش الدراري، توحش الدراري، توحش الجيران ديالك، توحش ديك الجو. دابا كيف ما كنلاحظوا الجو الرمضاني ما بقاش كيف ما كان
بحال اللي كانوا الناس شحال هذه الطواجن في الحومه يعني راه حنا هادشي هذا بدا كينقص شويه بشويه الصراحه. الله كل رمضان كينقص بحلاوته، كل عيد كيجي كينقص، ما كتبقاش الحلاوه ديالو بحال اللي كانت شحال هذه. شكرا شكرا. وبالنسبه للدنيا ما تغركمش يا اخوتي الدنيا، ما تعطاوش المخدرات، ما تبيعوش المخدرات، راه اصلا الهدف ديال الانسان يشوفه مع الله عز وجل، ما يشوفش الدنيا. راه فحال اللي عندك فلوس فحال اللي ما عندكش، كتاكل كتشرب كتنعس، كلشي كياكل كيشرب كينعس، ما يغركم لا حديد لا والو. احسن عيشه هي طلع شي فورما واعره، ديك الساعه الفلوس تبقى تجيك فحال الشك. الدنيا هي الصحه، والله ما الفلوس، الدنيا هي الصحه، كنقولها ونعاود اخوتي دي حساسه مزيان. المهم تبارك الله عليكم اخوتي، وميساج الله يطلق سراح الدراري اللي تشبروا، والله يهديهم والله يهدينا كاملين، الله يهدي الامه الاسلاميه اخوتي. تبارك الله عليكم، واحتراماتي من القلب لهاد الحومه هذه كامله، من مبروكه الموظفين الزوديه ارض الدوله رويده يا اخي مرات الله يرحم والديك الحين، جيراني كلشي. تبارك الله عليكم اخوتي، نمشي ناكل راه معنا الضياف، ملي كيكونوا الضياف الوالده كتنزل شي تباصل اخي انا بعدا، المهم خليها هيداك تنكون انا وياك مصيبه. المهم خاي ابراهيم كنشكرك بزاف، وتحيه كبيره على اللي عطيتينا من الوقت ديالك وخليتينا صورناك وهدرتي، كنشكرك بزاف والسلام عليكم.